طب ايه ده انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ هكمل خلاص يا عم، انا عاوز اروح. ده اخر سؤال يا ابني. بنتي عيانه وبتاع واسئله. ايوه اتس اتس يا حبيبي يا ابني مش هينفع يا ابني. ليه مش هينفع؟ قاعد ساعه قاعد مستني. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ومعاكم خالد منصور على NRJ FM 92.1 سوري 92.1. تفضل يا وائل معانا. تفضل تفضل يا وائل. اخويا وائل شغال هنا في البرنامج، وقال لي ان هو عاوزين نعمل برنامج مقلب مقلوب. في مين يا وائل؟ في مي ابراهيم. هتاخد سخافة. بص ما جابتهاش ولا ده. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، معاكم انرجي في الهيلتون، والحسن حظي معايا خالد منصور، ومعاكم مي ابراهيم. انا المفروض اقول اسمي الاول صح؟ لا عادي، كنت قولي مي ابراهيم. انت مش اسمك مي ابراهيم؟ خلاص قولي مي ابراهيم. ماشي اوكي، اهلا وسهلا معاكم. ماشي طيب. بالراحة بالراحة يعني. احنا مش على الراديو يعني، مش على الراديو، فمش لازم تبقي. ماشي طيب تمام. هو كده عادي يعني؟ بس هو مش يعني مش حلوة في حقها انها تقعد. لا ما انا خلاص وقفت. لا انا قصدي يعني تبقي حافظه الاسئله عشان تبقى يعني تبقى شكلها فلو، يبقى ألذ. خالد تفتكر امتى اول مره وقفت قدام كاميرا وكنت حاسس بايه؟ اول مره وقفت قدام كاميرا كانت فيلم اكس لارج، وكان احمد حلمي وشريف عرفه، كانت حلوه يعني لذيذه. ايه تمام يلا. طب لو مثلا قلت افيه والناس ما ضحكتش هتتصرف ازاي؟ لا هو ما يعني بقول افيه ناس بتضحك يعني، المفروض ان دي شغلانتي. و لو في يوم من الايام ما ظبطتش معاك ومحدش ضحك؟ ما حصلت. بدي الافيه ناس بتضحك على طول. مين الكوميديان المفضل؟ مستريحة كده يعني. اصل انت قاعده مهيئ يعني، عارفه اللي هو ايه يعني. مين الكوميديان المفضل بالنسبة لك؟ هو على فكرة الأسئلة معلبة شوية يعني، عارفة اللي هو مين الكوميديان؟ هو الأسئلة دي احنا يعني بقى الأسئلة دي احنا we have to ice break. إنه who's your idol؟ مين الكوميديان المفضل ليك؟ مين اللي انت حاسه؟ أنا قاعد ساعة على فكرة قاعد مستني عشان يقول. لا ما هو لسه في يعني اللي هو الكوميديان المفضل ليك ده introduction. ماشي اوكي introduction. اوكي شيل. اوكي طيب، بما انك خريج تجاره انجليش، هل ده ساعدك انك بتعمل في او بالانجليش؟ حاجه بالراحه. انت ليه متنشنه كده؟ لا مش طيب اوكي. انت فجاه لو انت كذا 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 بالراحه. اول حاجه انا مش تجاره انجليزي، انا حقوق انجليزي. حقوق انجليزي، وبعد كده حقوق انجليزي مش معنى ان انا انجليش فهيفيدني في الفي او الانجليش يعني. ما حدش هيمشي بشهادته اللي هو انا اصلا انا تجاره انجليزي ولا حقوق انجليزي فانا عشان كده كويس في يعني. انت دراستك ايه؟ اعلام. اعلام. هل بتستخدميها في اللي هو يا جماعه انا شهادتي دي كذا في السوشيال ميديا، بعرف ان انا عشان اعلام فانا بقيت كويسه في السوشيال ميديا، او ما كانتش هتتشير مثلا؟ فاهم قصدي ايه يعني؟ الفي او الانجليش ده عشان المدرسه وهكذا، انما مش كليه. اصلا انا خدت ليسانس حقوق عشان بكده بقيت كويس في الفي او انجليش يعني، وفي الفي او عربي كمان كويس الحمد لله، توب يعني الحمد لله. طيب بما انك خريج حقوق انجليش، ده ساعدك في الفي او ولا ما كانش ليه علاقه؟ لا ماليش علاقه. احنا عرفنا البرنامج SNL اتوقف بسبب الفاظ اتقالت فيه، هل ده صح؟ انتوا بتهزروا يا جماعه ولا ده؟ ممكن يكون جريء شويه بس ما كانش فيه الفاظ يعني، بس هو كان ناجح وكان الناس بتتفرج عليه يعني. ما نهدمش حق البرنامج لان هو كان حتى لما اتقفل الناس كانت زعلانه ان هم ما بيتفرجوش عليه اني مور يعني. سفور من ماشي. انا هبقى لذ شويه. انا اسف يا جماعه، معلش بس بنتي سايبها وعيانه و وانا جاي من ساعه. ثانك يو خالد. اي نو ثانك يو دوينج ات فور مي. ماشي اوكي. سوري ان احنا قعدناك ساعه. اتس اوكي اتس اول رايت. يلا بينا اتفضل انا جاهز. مش كتير ناس تعرف ان انت وائل منصور اخوات، وانتوا الاثنين دمكم خفيف جدا، ما فكرتوش قبل كده تعملوا حاجه مع بعض؟
انت شغاله في انرجي. اه طيب احنا اشتغلنا مع بعض في انرجي المفروض. لو انت تعرفي ان لا هو انا اعرف عشان الناس. طيب اه لا يعني المفروض ان الناس تبقى عارفه ان هو وائل اخويا شغال. عملت برنامج في رمضان. عملنا برنامج في رمضان اللي قبل اللي فات فاشتغلنا مع بعض وخلصنا وانبسطنا والحمد لله يعني كانت تجربه لذيذه ويا ريت نعيدها تاني يعني ان شاء الله. يا ريت. اخر سؤال. احنا بنشوف على انستغرام وائل بينزل ستوريز مع مامته اللي هي بالفعل مامتك. اه لو جالها حاجه مامته فعلا. اه لو جالها عمل او ان هي تعمل برنامج او حاجه زي كده توافق على حاجه زي دي؟ يا جماعه ما ندخلش امي وحاجات كده وبتاع بليز يعني. يعني انا اصلا بقول لغايه اعدادي ما كنتش بقول اسم امي اصلا. بخبي الاصل اسم امي من شهاده الميلاد. عيب يا جماعه. ماشي احنا مش هنقول. ما ينفعش. طب ايه ده انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ خلاص يا عم انا عاوز اروح. ده اخر سؤال يا ابني. بنتي عيانه وبتاع واسئله كلها. ايوه اتس اتس يا حبيبي. يا ابني مش هينفع يا ابني. ليه مش هينفع؟ يا قاعد ساعه قاعد مستني وقاعده في عيد ميلاد بقالي ساعه وهي قاعده هي قاعده في عيد ميلاد وانا قاعد من الساعه 11. اه عشان الساعه 12. انا اسف يا مي. انا يعني كلمتكوا لما انت كنتي انت وعمر. انا بحب عمر جدا وكنت فاكرك لذيذه وبحبكم السوشيال ميديا بس يعني نحضر ايه؟ انا ماليش علاقه الاسئله دي هم اللي حاطينها. انا ماليش دعوه. طيب ما انت مذيعه ازاي؟ المفروض تيجي قبل الميعاد. لا وائل انت المفروض تتكلم. على فكره انا الاسئله دي حتى مش مسموح لي اجود عليها. ليه مش مسموح لك؟ دي مش انت. انا عرفت من ساعه بس ان انا جايه دلوقتي والاسئله مبعوته لي وانا في الاسانسير تحت. انا اقول لك حاجه. انت مبعوت لك الاسئله. انت عارفه ان انت هتقابليني المفروض تحضري الاسئله تشوفي. مش انا الاسئله دي اول لينكين تاخده بكات وبيست وتحطه. لا مش فاهمه يعني قصدي ان هو انا المفروض كنت احضر اسئله. مش عارفه ان احنا هنتحاور. لا عارفه هنتحاور يعني. عارفه بس انت متضايق. انا مش فاهم متضايق ليه. مي لذيذه وانتوا اللي لذيذ مع بعض. انا كنت فاكرها لذيذه. ده حطيتكم مع بعض. ماشي انا اعتقد كنت فاكرها لذيذه. هي لذيذه يعني. لا بس هو انا ليه علاقه بالاسئله دي؟ هو انت مش قلت لي مش من حقي حتى اجود عليها؟ مش عارف انا الصراحة يعني. لو نقعد شوية نريسيرش. لو يوم تاني. لا انا اقول لك حاجة. احنا لو يوم تاني احنا نقول رمضان كريم وده مقلب معمول في مي. كل سنة وانت طيبة يا مي. لا معقولة. ده برنامج يا حبيبتي اسمه المقلب مقلوب. ايوه الضيف بيعمل مقلب. والله العظيم يعني انتوا اطيب من كده يعني. ايه ده؟ والله ولا عليك. والله لا انا ما انا كنت متضايقه ان انا هبطل احبك. انا كنت كان بقالي فتره كبيره احبك. وانا كمان والله. والله العظيم قلت يا همشي من هنا النهارده بكره. خالد خالد اصر انه يعمل انترفيو معاك انت. قال لي انا عايز مي. قلت لازم اكسر الشوكيت. لا حرام عليك والله. ده ايه ده؟ يعني ازاي ما توقعتش خالد منصور وائل منصور هيبقى برنامج ايه يعني؟ خيري كان لازم احس واستنتج اي حاجه. وبعدين انا بحب خالد منصور قوي وكنت عايزه نطلع من الحلقه دي لسه بحبه ولسه اقعد احكي عنه لاصحابي واحفادي ان انا بحب خالد منصور ده جدا وبعشق برامجه كلها ومش عايزه نتخانق في البرنامج ده. لكن سخافته اخترقت الواقع والحدود وعماله بفكر جوايا هي دي بقى اللقطه اللي بنرمي فيها المايك وبنقوم كده وسوري يا استاذ مش هكمل وبنشاور للمخرج كده وبعدين يتلموا حواليا رجع. كنت حاسه ان انا موضوع مش بالعمق ده ولازم اتصرف فيه. بس هو اسخف كان يعني مش مصدقه بس اوكي. وسبت عيد ميلادي وسبت حياتي وبعدين حسيت ممكن اقدره شويه يمكن عشان بنته تعبانه. هو اكيد ده مش حالته الطبيعيه دايما وعنده ظرف النهارده. لكن حتى مش كده مش بالسخافه دي يا خالد. مش